نشرة الأخبار من قناة وطن، والبداية من عناوين هذه النشرة. اتهامات نيابية للحكومة بالفشل بكافة الملفات المهمة والحساسة، وقوى سياسية تصف زيارة الكاظم المرتقبة لواشنطن بعديمة الجدوى. بعد تواتر التحذيرات من تسمم مياه البصرة وتكرار كارثة 2018، مجلس النواب يناقش مخاطر تقدم اللسان الملحي ويبحث عن حلول. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوجه بمتابعة تسريع إجراءات العفو الخاص عن الأحداث والنساء. لجنة الأمن النيابية تشدد على الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية، وفي البصرة عمليات واسعة بحثا عن الأسلحة غير المرخصة. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. وصفت لجنة مراقبة تنفيذ برنامج الحكومة التقرير الصادر من مجلس الوزراء بشأن برنامج الحكومة بأنه كلام وشرح وأرقام لا قيمة لها. وتساءل نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي عن كيفية تقييم نسبة الإنجاز دون أي هدف أو رسم مخطط لأداء الوزارات والمشاريع الخدمية، وتابع أن المواطن غير راض عن الأداء الحكومي بسبب عدم توفر الخدمات وسوء الأوضاع والاقتصادية والصحية، مشيرا إلى أن نسبة الفقر حسب التصريحات الحكومية ارتفعت إلى أعلى مستوى رغم أن سعر برميل النفط أفضل من السابق. ولفت البلداوي إلى أن لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تعمل على كتابة تقرير مفصل عن الأداء الحكومي، ونسبة الإنجازات للوزارات سينشر خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه أكد عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان أن حكومة مصطفى الكاظمي أثبتت فشلها بكافة الملفات المهمة والحساسة. وقال خشان أن حكومة الكاظمي طيلة الفترة الماضية أثبتت فشلها بكافة الملفات المهمة والحساسة على المستوى الخدمي أو الأمني والاقتصادي والمالي، وهذا الفشل انعكس بشكل سلبي كبير على حياة المواطنين. وبيّن أن الكاظمي وحكومته أعطوا للشعب العراقي فقط الوعود، ولم يطبق من هذه الوعود أي شيء رغم توفر كافة الإمكانيات التطبيق تلك الوعود على أرض الواقع، وهذا ما يثبت بأنها حكومة فاشلة بامتياز. لجنة العلاقات الخارجية النيابية أن قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من البلاد خط أحمر لا يمكن التلاعب به. وقال عضو اللجنة النائب مختار الموسوي أن على الحكومة تطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق، موضحا أن الإدارة الأمريكية تريد أن تسحب قواتها من المنطقة وهذا في مصلحة البلاد. وأضاف الموسوي أن على المفاوض العراقي أن يسمع أمريكا قرار البرلمان ويطالبهم بتنفيذه، لا أن يستمع منها ما تريد هي أن تمليه على العراق. من جهته أعد عضو مجلس النواب عن كتلة السند الوطني حسين اليساري أن القوات الأمريكية لن تنسحب قريبا من العراق، بل ستمنح أو تمنح صلاحيات أكثر. قال اليساري أن خطة رسمت للكاظمي لإدارة الدولة العراقية، مبينا أن زيارتها القريبة إلى واشنطن ستكون مراجعة لكل المواقف التي رافقت إدارته في هذه الفترة، سيستلم ما هو جديد لاستكمال ما بدأها. وأضاف أنه من المؤكد أن ترافق هذه الزيارة تصريحات دبلوماسية لذر الرماد في عيون المشككين بالسياسة الأمريكية.
هذا وقد اعتبرت قوى سياسية زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن عديمة الجدوى في حال عدم أو لم تحسن قضية انسحاب القوات الأمريكية من العراق. قال قياديون في قوى سياسية إن الكاظمي مطالب بتنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية من العراق. فيما قالت أوساط نيابية أنه سيتم مراقبة ما سيبحثه الكاظمي مع الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى خشية سياسية وشعبية من جعل الحوار الاستراتيجي مع واشنطن بابا لغرض بقاء أطول للقوات الأمريكية في العراق تحت حجج وعناوين جديدة. أكد نائب ينادم كنا أن القوات الأمريكية لن تنسحب قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 10 من تشرين الأول المقبل. وقال كنا أن الحوارات بين البلدين التي ستستمر خلال الفترة القليلة المقبلة في واشنطن هي لجدولة الانسحاب. وأكد أن القوات الأمريكية لن تنسحب قبل الانتخابات المبكرة لأننا بحاجة إلى بدائل تفاديا لحصول أي ثغرات أمنية كما حصل لأفغانستان. ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 26 من الشهر الحالي. وفي الشأن الانتخابي، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن أبرز السمات الأمنية التي تحتويها أوراق الاقتراع. وقال مدير مكتب الانتخابات في الرصافة عباس صباح قاسم أن أوراق الاقتراع تحمل ميزات أمنية عالية، مشيرا إلى أن محددات الورقة تقرأ فقط بالأشعة تحت الحمراء ولا يمكن قراءتها بغير ذلك، فضلا عن احتوائها على شفرة باركود خاص ومميز لا يمكن تكراره من ورقة إلى أخرى. وتابع قاسم أن قلم التأشيرة يحوي حبرا سريا لا يمكن أن يرى إلا بالأشعة تحت الحمراء ولا يمكن للناظر أن يرى هذا الحبر، موضحا أن كل ورقة اقتراع عندما تصدر توضع في كاميرا خاصة بجهاز التحقق ويربط بالشفرة الخاصة بكل ناخب. هذا ونفت مفوضية الانتخابات اليوم الأحد إمكانية عودة المستبعدين من المشاركة في الانتخابات المقبلة. وقال مدير العلاقات والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان أن الأمر تحكمه جوانب فنية عديدة، لا سيما وأنه تم الانتهاء من جميع المعلومات المتعلقة بطباعة ورقة الاقتراع، مؤكدا عودة المستبعدين فيه استحالة فنية كبيرة تفوق القضايا الإدارية والقانونية. وأضاف أن قرار عدم عودة المستبعدين جاء لأسباب فنية لا أكثر،
بحسب مصلحة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه تمت المصادقة إلى قوائم المرشحين وأرقامهم، بالتالي فإن العودة باتت مستحيلة. طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي بزيادة الإطلاقات المائية للبصرة وتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع المتلكئة والاستراتيجية فيها، وخلال ترأسه اجتماعا وزاريا موسعا بحضور شيوخ عشائر ووجهاء البصرة، بحث الكعبي التحديات والمشاكل التي تعاني منها المدينة في كافة القطاعات وإيجاد المعالجات المناسبة والعاجلة لها. وطالب الحكومة بزيادة الإطلاقات المائية للبصرة خلال الشهرين الحالي والمقبل لتجاوز أزمة اللسان الملحي، والإسراع بتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع المتلكئة والاستراتيجية فيها، سيما التي تخص الماء الصالح للشرب، وأيضا إعداد خطة زراعية لتسويق المحاصيل وتفعيل التعايش الزراعي النفطي. هذا ودعا النائب عن محافظة البصرة خلف عبد الصمد رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية إلى إنقاذ أهل البصرة من الارتفاع المتسارع في نسب الملوحة في المياه، وطالب عبد الصمد الحكومة بمنح البصرة حصتها المائية الكاملة لتجنب وقوع الكارثة البيئية، فيما شدد على الحكومة المحلية في البصرة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حال لم تتحرك الحكومة لمعالجة مشكلة الملوحة في المياه. وختم بيانه بأن البصرة تمنح النفط لكل العراق، ولكنها تحرم من الماء في مفارقة لا يمكن السكوت عنها أبدا، فالحقوق تؤخذ ولا تعطى. من جهته حذر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة من تغاضي الحكومة المركزية عن الارتفاع الخطير في نسبة الملوحة العالية في مياه شط العرب وآثارها الجانبية على المواطن البصري. وقال مدير مكتب المفوضية مهدي التميمي أن البصرة مقبلة على أوضاع مشابهة للعام 2018 وتعيد شبح كارثة التسمم التي تعرض لها أكثر من 130 ألف مواطن أنذاك. وطالب التميمي الجهات المعنية بملف المياه بضرورة القصوى لزيادة الإطلاقات المائية كحل أولي، وحسب عضو وزير الموارد المائية بذلك خلال زيارته الأخيرة إلى البصرة قبل أشهر.
من جهته رأى عضو لجنة العلاقات الخارجية العامر الفايز أن الحلول الدبلوماسية بشأن ملف المياه استنفذت، فيما طالب الحكومة بالتحرك صوب المجتمع الدولي. وكشف الفايز عن مساعي لاستضافة وزير الخارجية أو من ينوب عنه في اللجنة من أجل التباحث في هذا الملف، مبينا أن الخارجية النيابية طالبت الحكومة ووزارة الخارجية باللجوء إلى القنوات الدولية وفق القانون الدولي من أجل حصول العراق على حصته المائية، مؤكدا أن العراق يمتلك الورقة الاقتصادية التي تعد الأقوى للضغط على إيران وتركيا باعتبار العراق ساحة مفتوحة وسوق رائج لبضائع هذه الدول. وفي السياق، أعلن القنصل التركي في الموصل محمد كوجوكسقالي عن زيارة وفد من وزارة الموارد المائية التركية إلى العراق قريبا لدراسة وضع الماء من سد الموصل إلى البصرة. قال سقالي أن ملف المياه مهم جدا بين العراق وتركيا، وأن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عين شخصا مختصا في هذا المجال وهو البروفيسور فيصل أوغلو، وأكد أن وفدا من وزارة الموارد المائية التركية سيزور قريبا العراق لدراسة وضع المياه من سد الموصل إلى البصرة، لافتا إلى أن هناك مركزا سيكون قريبا من بغداد وعمله سيتمحور حول آلية الاستفادة من المياه من قبل تركيا والعراق بشكل جيد. أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار إحالة مشروع مصفى الفاو إلى شركة صينية بعد تلقي العراق ضمانات ملزمة التمويل من مؤسسة ساساك المملوكة للدولة الصينية. وقال عبد الجبار أن عقد الإحالة تضمن مسائل استراتيجية مهمة مثل الطاقة النظيفة والضمانات والشفافية بشأن الدعم ونقل التكنولوجيا والتنظيم المالي مع بنود تتعلق بالبيئة والعمالة واستيراد التقنيات الحديثة وتدريب العاملين في مراكز تخصصية للتشغيل والصيانة والتطوير والأداء التقني والهندسي. ورجح عبد الجبار أن يدخل المشروع حيز التنفيذ قريبا، مبينا أن المصفى سيسهم بتشغيل 10,000 عامل ومهندس وملاكات وسطية فضلا عن تصدير المشتقات النفطية للسوق العالمية. أعلنت وزارة النفط اليوم الأحد عن إقامة دعوى قضائية ضد شركة أوروبية بتهمة تقديم وثائق مزورة للفوز بإحدى المناقصات. وقالت الوزارة في بيان أن شركة مصافي الجنوب والجهات القانونية في وزارة النفط أقامت شكوى قضائية ضد شركة فانيستا التشيكية بتهمة تقديم وثائق مزورة للفوز بإحدى المناقصات التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق. وأضافت أنه تمت مفاتحة السفارة التشيكية في بغداد وإحاطتها بالأمر. أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان اليوم الأحد البدء بربط شبكة الطاقة بين الإقليم والعراق مع تركيا. وقالت الوزارة في بيان إن العمل جار في مشروع خط النقل 400 كيفي بين العراق وتركيا الذي سيربط شبكات الطاقة في إقليم كردستان والعراق وتركيا. وأضاف البيان أن العراق اشترى كمية من الطاقة من تركيا عبر الخط الناقل للكهرباء الذي يمر بالإقليم، موضحا أن هذا المشروع سيحل مشكلة الجهد والأحمال الكبيرة على شبكة النقل في إقليم كردستان أيضا.
أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الأحد وجود غضب برلماني كبير بسبب مفردات البطاقة التموينية، فيما كشفت عن حراك لاستضافة وزير التجارة والكادر المتقدم للوزارة. وقال عضو اللجنة سالم الطفيلي أنه بالرغم من تضمين أموال كبيرة لوزارة التجارة، فإن هناك تعثرا كبيرا في توزيع الحصة للمواطنين، ما سبب غضبا برلمانيا كبيرا، لا سيما وهناك وعودا حكومية بتحسين مفردات البطاقة التموينية وليس تراجعها. وبين الطفيلي أن مجلس النواب سوف يقوم باستضافة وزير التجارة والكادر المتقدم للوزارة لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى التعثر في توزيع مفردات البطاقة التموينية والمواطنين. ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الأحد اجتماعا لبحث الأوضاع الحالية للسجون في العراق وإجراءات تطوير السجون وجعلها أماكن الإصلاح والتأهيل وفقا لمعايير حقوق الإنسان. ووجه الكاظمي وزير العدل بمتابعة تسريع وتسهيل إجراءات العفو الخاص خصوصا عن فئات من الأطفال والأحداث والنساء، كما أكد سيادته على أهمية تفعيل البرامج التأهيلية والإرشادية للمودعين التي من شأنها المساعدة في إصلاح وإعادة إدماجهم وتأهيلهم مجتمعيا وتربويا. وقبل الختام نذكر بأبرز عناوين هذه النشرة. اتهامات نيابية للحكومة بالفشل بكافة الملفات المهمة والحساسة، وأخطاء سياسية تصف زيارة الكاظمي المرتقبة لواشنطن بعديمة الجدوى. بعد تواتر التحذيرات من تسمم مياه البصرة وتكرار كارثة 2018، مجلس النواب يناقش مخاطر تقدم اللسان الملحي ويبحث عن حلول. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوجه بمتابعة تسريع إجراءات العفو الخاص عن الأحداث والنساء. لجنة الأمن النيابية تشدد على الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في البصرة وعمليات واسعة بحثا عن الأسلحة غير المرخصة. وفي الختام لكم من أطيب التحايا، دمتم بخير في أمان الله.